شوهي توقعات الفلك لمواليد السرطان بشهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 2018. عزيزي، بترتب أوضاعك بهالشهر وبتوضع النقاط على الحروف بمسائل أساسية ومهمة وحياتية، هالشي بالنص الأول من الشهر، ويمكن تقبل على تغييرات وفي التوجهات وعلى نشاطات جديدة يمكن تدخلها لبرنامجك وبرامجك. أهلا، بتتحدث وبتشتغل من موقع قوة، تتحرر من ضغوطات كوكب ساتورن مزود بحيوية ممتازة ومعنوية وجسدية. هالشي حتى تاخد قرارات مناسبة وتحصل على نتائج مذهلة، بترجع على نفسك الثقة وبتحيي الطموح. من جديد، هالشهر يمكن يشهد بعض الأحداث العامة يلي بتنعكس على أوضاعك الشخصية، وبتوضع العراقيل قدام بعض المشاريع، لأنه عودة أورانوس لبرج الحمل ما بتترك الأمور هادية بالإجمال، بل يمكن تزعجك شوي أو تزعج خططك. جوبيتر يلي بيترك هالشهر برج العقرب وبينتقل إلى القوس بخفف من دعمه لألك، بس أنت بتحقق مبتغاك باعتمادك الأسلوب الواقعي بتعاملك مع المستجدات بموضوعية وقدرة على تقديم البديل في بعض الأحيان. يمكن تثور لوضع ما وتغضب كمان بسبب بعض الضغوطات يلي بتواجهها مع مسؤوليات تلقى على عاتقك. فبعودة أورانوس للحمل ترجع أجواء الضغط السابقة، بس الأمر عابر. إنما ما بدي أخبي عنك ولا أخفيك إنه وجود كوكبين بطيئين مثل جوبيتر وأورانوس بأبراج نارية بيولد بعض المفاجآت المربكة بالنص الثاني، واللي تتطلب الرؤية الجيدة لمعالجتها. يمكن تقلق بشأن مقرب أو زميل، خاصة إذا كنت من مواليد الدائرة الأولى، يعني أول 10 أيام بالبرج. لحسن الحظ إنه الشمس ببرج العقرب بتزودك بطاقة كبيرة، كما أنه دخول مارس لبرج الحوت بتاريخ 15 فبيغمرك بالحيوية والإرادة الصلبة على التصدي لأي أمر وإنجاح أي خطوة. بتتمتع بكاريزما كبيرة بهالشهر، بتستقطب الأنظار والقلوب، حياتك العاطفية جيدة ومرتاحة، بتتلقى الدعوات والعروض للمشاركة بنشاطات مسلية وأسفار وبعض المشاريع الاجتماعية المميزة. بتوسع دائرة أصدقائك، تقبل على لقاءات غريبة من نوعها، بس الجو العام بيولد كمان توتر بحياتك الشخصية، بتضطر تقدم بعض الشروحات والتبريرات والأعذار للمقربين. تجمع بعض الكواكب بأبراج هوائية ونارية بيثير بعض الاحتكاكات بالنص الأول من الشهر، بشير لحلول بالنص الثاني. بعض مواليد السرطان بيشعروا بانزعاج من وضع شخصي أو من تشابك الماضي مع الحاضر، كما أنه بعض المبادرات بتواجه بشوية من العدائية. مثل ما لاحظت هالشهر في تناقضات، رغم هالشي عزيزي السرطان تتقدم بخطى ثابتة لتنفيذ بعض الرغبات، متحلة بجاذبية لا تقاوم.